ديما الخريف، الخريف تتكون السلعه شويه طالعه، وزاد هادشي ديال اللي ضربات ديال الكميوات، دابا راه دايرين اللي ضربات الكميوات كلهم، كاع دايرين اللي ضربات كاملين. السلام ورحمه الله. سمعتي هادشي اللي زاد طلع الاسعار، والاسعار راه كاينه حاجه طالعه حاجه هابطه حاجه، وزيد هاد الفصل الشتا راه تعطلت شويه، هادشي هذا هو اللي جعل الاثمنه تطلع. مطيشه كاينه من 60 ريال حتى ل 100 ريال، بطاطا كاينه من 60 ريال حتى ل 120، القريعه غاليه كاينه العام سيدي 240 260 جال 80 ريال 60 ريال، لحام 120، التشين غالي شويه داير 1000 فرنك دروكا، الخيار حتى هو طالع شويه، الخص طالع شويه، كاع هذيك الحاجه ديال الارض كلها راه طالعه، البصله دابا راه طلعت حتى هي، شنو هاد الوقيته في العام تطلع، وهادشي اللي كاين خزو 120 ريال. وهادشي راه العام العام تيكون ماشي زعما لأول سنة ولا هذا، فوقيت الخريف راه الخضرة تتكون هاك كلها، تنشريو العافية وتنبيعو لسنة، هادشي اللي كاين، حنا تابعين غير السوق، حتى حنا راه حنا بالدرجة الأولى، ماشي راه حنا بالدرجة الأولى، هاد الموطي اللي بغيت تستهلك، راه حنا تناكلو العصا، تتدي معاك دابا بحال 100,000 ولا كذا تتسوق بها، تتلقى السوق طالع خاصك 100 أخرى. ولا اشفتي هذا هو العدد. اتمنى شويه طالع الايام ديال الخريف تيكون القضيه شويه الشتاء ناقصه، وكيكون داز الفصل ديال الصيف يعني تكون الفلاحه ناقصه شويه تكون اسعار زايده، ولكن ملي طلحوا حتى في وسط العام تكون كاع خطره الشتاء ولا تكون ديما اتمنى شويه طالعه، ماشي بحال كي كنا تنعرفوا ديك الساعه الخضره تكون رخيصه، تلقى الخضره درهم 30 2 دراهم، يعني هاد الاسعار ما بقيناش نشوفوهم كاع في هاد الاخر هذا، وهي تيحيد شحال من حاجه، يعني بنادم كيولي كياخذ غير الضروريه، الحاجه اللي ضروريه اللي كيطيب بها بنادم واللي ضروريه هي اللي كيولي كياخذ بنادم. ما كرهناش اخويا في هاد الشيء وفي شحال من حاجه، شحال من حاجه خاصها مراقبه، ومراقبه هي اللي تقدر تعاون شويه وكون اثمنه مناسبين بالنسبه للمواطن، حتى الصالير ديال المواطن ما تيسمحش ليه باش ياخذ شحال من حاجه واش فهمتي. حتى بالنسبه للتيسير، التيسير راه بلا ما نقول لك راه انت عارف الاثمنه اللي كاين في التيسير، يعني بنادم اللي ما بحالوش راه ما يقدرش على هذاك الشيء، هذا الشيء اللي كاين. قلت لك دابا الاسعار دابا شويه غاليه شويه، شويه وكاين اضراب ديال الكميوات، وكاين السلع اللي رخيصه بحال المطيشه بحال البصله ما بطاطا بحال هاد السلاويه والقرعه غاليين شويه، الفيتا غاليه ما ماشي وقيت هادي ماشي تكون دابا مزيان، واغلبيه السلع دابا تجي من النواحي ما كاينش سلعة البلاد، سلعة البلاد تكون رخيصه شويه، ودابا تجي تكون شويه مزيره شويه قضيه على قضيه شويه، المهم شويه ماشي قاعد تلين شويه. بحال دابا خيزو هذيك السيمانه وصلت 160 ريال 8 دراهم 9 دراهم، دابا راه 5 دراهم داير. دابا حنا على حسب دابا اللي عنده القهوه بحال اللي تيبيع ويشري تيكون عنده داك الشيء غالي قاصح، اللي تيجي هو يتبايع مع الناس ما تلقاش داك الثمن اللي بغا يعطيهم، تيشري الخضره غاليه من تيمشي هو يبيع في السوق تجي كل شيء قاصح تيولي هو خاسر. درش لان خدامه في بلاصه ما نقدرش نتغنى على الكليان ديالي نخليهم بلاش، تنستحمل وناخذ السلعه كما كانت ناخذها القديمه، ما نقدرش نتخلى على الكليان ديالي. سبب لاباس هو الاضراب، الاضراب يديروا مارين الشاحنات هو السبب الرئيسي ديال هذا الغلاء اللي كان هذه الايامات، تدخل بواحد الكميه كثيره كما كانت كتدخل، مثلا كيدخل 100 شاحنه دابا تدخل 20 شاحنه وبتكلفه غاليه بزاف، غاليه بزاف بزاف الدوبل تقريبا الخضره. تاثر يعني حنا مال الكليان ديالنا، مثلا الانسان تيتقدى عندنا مثلا 30 درهم في النهار تيولي تيتقدى دابا 50 درهم، كيفاش؟ باش تقول لي 50 درهم مسكين الخضره الشرائيه ديالته ما تتوافقوش. لا مساكن الله يكون في العوال الجميع. مثلا ذاك المكور كان ب 4 دراهم دابا ولا ب 7 دراهم، الشيفلور كان ب 6 دراهم دابا ولا ب 10، مثلا البصله كانت ب 3 دابا ولات ب 5، هي في هذ اليومين في هذ اليومين الاخرى، البطاطا كانت ب 4 دابا 6 زادت فيها 2 دراهم، كاع السلعات زادت، مثلا السلاويه زادت فيها 4 دراهم، الليمون العصير زادت فيه
مثلا شي 3 دراهم زادت في الكيلو، كلشي تزاد، فواكه ولا الخضر كلشي تزاد. لا بالعكس، بالعكس هذا لقيت السنه تكون الخضره متوفره في السوق. غير هذا العام كاين مؤخرا كاين الاضراب، هو السبب الرئيسي ديال الغلاء اللي كاين. صافي، هذا هو السبب الرئيسي اللي كاين.